بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة بالتأكيد عندنا أحداث مهمة جدا، إطلالة سريعة وأكيد كواليس مهمة عن استعدادات الأهلي لمباراة مازيمبي الكونغولي في إياب مباريات الدور السيمي فاينل نصف نهائي دوري الأبطال. 90 دقيقة على تحقيق حلم تاريخي بالوصول إلى نهائي للمرة الخامسة. حلم الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الخامسة وللعام الخامس على التوالي من أعظم وأهم وأكبر مسابقات الأندية الإفريقية دوري الأبطال. مباراة هامة جدا، مباراة صعبة جدا. صحيح تحقق نتيجة سلبية في لقاء الذهاب بالتعادل السلبي 0-0، والأهلي يحتاج إلى مكسب بأي نتيجة، ولكن كرة القدم دائما بتحمل مفاجآت. عشان كده كامل التركيز والمساندة والمؤازرة لفريق النادي الأهلي في هذه الموقعة الصعبة جدا. اليوم استأنف الأهلي التدريبات، بالتأكيد هيكون عندنا كواليس متعلقة بتدريب فريق النادي الأهلي، أبرز اللاعبين اللي ممكن يكونوا متواجدين مع الفريق في لقاء يوم الجمعة. هنتكلم على توقيت المباراة، سبق قبل كده اتكلمنا على حكام المباراة. كمان النهاردة عندنا إطلالة سريعة جدا وكمان متابعة لمؤتمر تم انعقاده في الساعة 12 من ظهر اليوم بخصوص حفل رعاية جديد مع راعي جديد لفريق النادي الأهلي وللنادي الأهلي بشكل عام. عندنا كواليس مهمة، عندنا تغطية هامة جدا بخصوص هذا المؤتمر، ويمكن السوشيال ميديا فيها كلام كتير، فالنهاردة هنتكلم في كواليس مهمة جدا وتفاصيل هامة جدا في هذا الشأن. كمان كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية 2025، كلام جديد، تفاصيل مهمة، قيمة البث الفضائي، الأرقام المالية اللي ممكن الاتحاد الدولي حققها من أرباح، أثر ده بشكل إيجابي على المدخلات المادية للأندية المشاركة. النادي الأهلي بالتأكيد بيشارك في هذه البطولة في النسخة الأولى بالشكل الجديد من 32 نادي. كل التفاصيل دي وكل الكواليس النهاردة معانا في برنامج الترند. لكن كالعادة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال النهاردة مش سؤال، أنا هطلب منكم توجهوا رسالة للاعبي الأهلي والجهاز الفني قبل مواجهة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال. كل يدخل ويشارك معانا وعلى قد ما تقدروا، رسائلكم بتوصل للاعيبة وللجهاز الفني. كل يدخل ويشارك معانا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض رسائل حضراتكم بإذن الله كلها. إن شاء الله الوقت يسعفنا إن احنا نستعرض كافة الرسائل اللي هتتوجه للجهاز واللاعبين، عشان أكيد بيكون لها أثر إيجابي على الفريق قبل موقعة يوم الجمعة. لكن نروح بسرعة لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة مازيمبي. وكمان الأهلي يوقع عقد رعاية جديد. وفي الترند العالمي، جوائز مونديال الأندية تصل إلى 2.5 مليار دولار. طيب نروح لاستعراض مباريات اليوم. النهاردة في جولة جديدة من مباريات الدوري المصري. بالطبع كانت في مباراة الساعة 4 اترحل معادها شوية للساعة 4:30 نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، فإدارة المسابقات خدت قرارات إن كل المباريات اللي هتتلعب الساعة 4 هتبقى 4:30 لغاية زوال يعني درجة الحرارة العالية والآثار السلبية على اللاعبين بأسباب درجات الحرارة. طيب السموحة والبلدية، المباراة بدأت الساعة 4:30 ولسه التعادل السلبي ما بين الفريقين، ودلوقتي مر على أحداث الشوط الأول 34 دقيقة. مباراة فاركو والمصري الساعة 7. طيب دي مباريات الدوري المصري. نروح لمباريات الدوري الإنجليزي، والنهارده في مباراة هامة جدا لأرسنال اللي بيصارع في الصدارة مع ليفربول ومانشستر سيتي. بخلاف ذلك احنا بنتكلم النهارده على مباراه ديربي لندن، يعني ما بين ارسنال وتشيلسي. مباراه النهارده ميعادها ان شاء الله الساعه 9 مساء. نتمنى مشاهده ممتعه لكل الساده المشاهدين اللي مهتمين بالتاكيد بمتابعه كل المباريات في الدوريات الاوروبيه وتحديدا الدوريات الخمس الكبرى، ولا سيما بالتاكيد مباريات البريمير ليج. دي كانت ابرز مباريات اليوم. نخرج الى فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والنهارده بالتاكيد زي ما قلت في بدايه الحلقه عندنا كواليس وتفاصيل وموضوعات كتير جدا متعلقه باخبار النادي الاهلي، سواء في الصحف والسوشيال ميديا او حتى كمان في متابعه حيه لمباراه مازيمبي في اياب الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا. ولكن النهارده كان في حدث مهم جدا، وهو توقيع عقد رعايه جديد. يمكن على مدار الفتره الاخيره والشهور الماضيه شفنا عده مؤتمرات صحفية
بيتم من خلالها الإعلان عن عقود رعاية وحفل رعاية لمعلنين ورعاة مع النادي الأهلي. بالتأكيد التعاون المثمر والإيجابي ما بين النادي الأهلي والشركة المتحدة في مسألة العقود الإعلانية وحقوق الرعاية شهدت طفرة كبيرة جدا في هذه السنة، ولدرجة أن العقود حتى كمان بقى فيها أمور إيجابية كثيرة جدا. يمكن قدامكم على الشاشة هو ده جانب من المؤتمر الصحفي وحفل الإعلان عن راعي جديد، وهي شركة بروموتون تاير إيجيبت للإطارات. يمكن أصبحت هذه الشركة راعي رسمي للنادي الأهلي عشان تنضم لقائمة رعاة النادي خلال الثلاث السنوات القادمة. يمكن هذه الشراكة هتوفر مزايا عديدة لكلا الطرفين عبر رؤية مشتركة وعن طريق قنوات مختلفة، فضلا عن تعزيز الدور المجتمعي. تقدر بتبني مبادرات عديدة لتعزيز الانتماء بما يساهم في إرساء إرث دائم لنادي القرى. في تفاصيل أنا مش عايز أتطرق ليها دلوقتي، لأن السوشيال ميديا أنا عارف في بعض الناس اللي بتصطاد بعض الكلمات وبتبني عليها معلومات وأخبار غير صحيحة، ومحدش هيزايد على النادي الأهلي. يعني الناس اللي بتحاول تطفي فرحة جمهور الأهلي وإدارة الأهلي بمثل هذه النجاحات الإيجابية اللي احنا شايفينها على الشاشة، هات لي مؤسسة رياضية سواء في مصر أو الوطن العربي عندها هذا الكم الكبير وهذا الطلب، لأن أكيد السوق دايما عرض وطلب. الشركات اللي بتبقى حريصة على التواجد مع النادي الأهلي موجودة مع النادي الأهلي ليه؟ عشان النادي الأهلي قيمته التسويقية والتجارية وحق العلامة التجارية أصبح لها قيمة كبيرة جدا، مش في مصر ولا في الوطن العربي ولا في الشرق الأوسط، ده في القارة الإفريقية كمان. ففي ناس بتستغل بعض الكلمات وبتحاول تحورها وتاخدها في سكة تانية خالص، ولكن لما الناس تاخدها في سكة الوطنية وتزايد على النادي الأهلي في أمور لا تصح، والنادي الأهلي في وطنيته مع قضايا عربية كثيرة كان ليه دور مجتمعي ووطني مهم جدا، والنادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي عنده مؤسسة مجتمعية كان ليها دور بارز كبير جدا مع القضية الفلسطينية، والقوافل اللي اتحركت من القاهرة لغاية الحدود المصرية الفلسطينية ما كانش كلام وحبر على ورق، كان متشاف صوت وصورة. والنادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي قام بهذا الدور المجتمعي، ودور النادي الأهلي في المجتمع المصري وفي المجتمع العربي كبير جدا. هذه العقود التجارية عقود تم توقيعها منذ فترة، ممكن ترجع لقبل فترة أكتوبر وقبل فترة أغسطس الماضي، ولكن النادي الأهلي في إطار هذا التعاقد وفي إطار هذه الرعاية بيتعامل طبقا لهذا التعاقد بما يخدم مصالح النادي الأهلي ومصالح الكرة المصرية ومصالح الشركات ومصالح أيضا كمان الرياضة العربية أو الأمة العربية. ولكن البعض اللي مش قادر يحقق كم هذه النجاحات بيستغل بعض المصطلحات اللي الغرض منه أنه يسيء فهمها ويصدر صورة سلبية، والنهاردة تصحى تلاقي سكريبت موحد بيتوزع على كل البيجات، وبعض الناس اللي كتبت الكلام ده أو مش بعض معظمهم، ادخل على البروفايل هتلاقيهم بينتموا لأندية تانية. فدايما يصدر لك صورة سلبية عشان يهز علاقتك بالنادي الأهلي أو يهز ثقتك في إدارة النادي الأهلي أو يهز ثقتك في المكان اللي أنت بتحبه. سيبك من الأشخاص، هو بيهز ثقتك في المكان اللي أنت بتحبه، يهز ثقتك في فريق الكورة، يهز ثقتك في الأداء اللي أنت ناجح فيه ومستمر فيه في الفترة الأخيرة. الصور الإيجابية اللي أنتوا شايفينها دي في ناس ما بتعرفش تعملها، في ناس بتحاول تقعد سنين تفكر بس تقرب أو تعمل صورة زي دي ما تقدرش، فتشتغل على الجانب السلبي تهدك بقى توصل لك صورة سلبية. بصوا يا جماعة، في ناس ما بتعرفش تنتصر عليك جوه الملعب، فبتحاول تاخدك في انتصارات تانية أو بتاخدك في ملعب غير ملعبك أو تاخدك لبرة الملعب. أكيد في الحلقات اللي جاية وفي البرامج اللي جاية أكيد هيكون في تفاصيل أكتر، ولكن النهاردة أنا مش حابب أذكر بعض اللي اتكتب على السوشيال ميديا، لكن الجملة الأساسية النادي الأهلي بينجح في إطار عقد الرعاية الجديد، بيقدم مستويات متميزة جدا، وعلى فكرة المستويات المتميزة مش الهدف منها الأمور المالية. انتوا لو ركزتوا في السطر الأخير اللي قلته في مبادرات الهدف منها تعزيز الانتماء
وفي إرث دائم لنادي القرن ودور النادي الأهلي المجتمعي. النادي الأهلي بيحاول يستغل ده قدر الإمكان في التعامل مع المجتمع المصري ومع المجتمع العربي. والقوافل اللي اتحركت من القاهرة ومن خلال النادي الأهلي إلى الحدود المصرية الفلسطينية احنا شفناها على مدار الفترة الماضية، فمحدش هيزايد على وطنية النادي الأهلي، محدش يزايد على دور النادي الأهلي. النادي الأهلي ليه دور مجتمعي مهم جدا يا جماعة. الحاجة الإيجابية الوحيدة اللي المؤسسة الرياضية النادي الأهلي بيقدمها في المجتمع المصري والمجتمع العربي، أرجوكم يا جماعة لو ليكم انتماءات تانية ما تلعبوش في المنطقة دي، لأن المنطقة دي هتاخدنا في سكة بعيد عن سكة الملعب، وبرضو مش هتبوظوا الاحتفالية اللي احنا شايفينها النهاردة، مش هتبوظوا الاحتفالية. لأن خدوا بالكم كمان المشهد ده مش مشهد بيخص النادي الأهلي بس، ده مشهد بيخص الرياضة المصرية والمجتمع المصري بشكل عام، مشهد بيعبر عن الأهداف التسويقية والرياضية اللي ممكن تقدمها الرياضة المصرية للمجتمعات خلال الفترة اللي جاية. خدوا بالكم انت ما عندكش رأي واحد، عندك واحد واثنين وتلاتة وخمسة وعشرة. مش بتكلم على التيشيرت بس، ولا بتكلم على إعلانات الملعب بس، ولا بتكلم على إعلانات ملعب التدريب بس في مختار التتش في الجزيرة، ولا بتكلم على الإعلانات اللي موجودة على البيجات وعلى المنصات الرسمية للنادي الأهلي. النادي الأهلي بيشتغل بما هو يخدم الرياضة المصرية في المقام الأول، لأن التعاقدات دي على فكرة ما بتجيش كده للهوى، في إجراءات ليها، وانت بتخضع في النهاية لعمل مؤسسي لازم بتتم من خلالها، والتوقيتات اللي تمت من خلالها أكيد الناس فاهمة التوقيتات دي كانت بعيدة تماما عن البعض دلوقتي بيحاول يصدر صورة سلبية بشكل تاني. النادي الأهلي ماشي في سكته. شركة الكرة النهاردة على فكرة، ودي خطوة مهمة جدا عايز أتكلم عليها، بس للأسف البعض بيحاول يشغلنا بتفاصيل فرعية وبعض الجماهير بتحاول ترد على ده، فبنحاول نوضح لكم الصورة. قدامكم النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي من خلال تواجد الأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، كان متواجد أيضا باقي أعضاء مجلس الإدارة. النهاردة شركة الكرة هي الممثلة في توقيع هذا التعاقد بتواجد المهندس عادل القيعي رئيس مجلس إدارة شركة الكرة، وبتواجد الأستاذ أمير توفيق أو الكابتن أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بيوقع نيابة عن الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن خلاص في مرحلة دلوقتي في نقلة نوعية داخل النادي الأهلي ما بين إدارة النادي مع الشركات التي تدير قطاعات مختلفة داخل النادي. شركة الكرة أصبحت دلوقتي هي المسؤولة عن قطاعات عديدة داخل قطاع الكرة في النادي الأهلي. التعاقدات الإعلانية والإعلامية اللي بتتم في الفترة اللي جاية بيكون شركة الكرة ممثلة بنسبة كبيرة. النهاردة احنا في نقلة نوعية في مسألة توقيع العقود، مش مجلس إدارة فقط، انت كمان عندك قطاعات مختلفة من خلال شركات بتأدي دور خدمي مهم جدا في كافة القطاعات داخل النادي الأهلي. هات لي مؤسسة بتقدم ده، هات لي مؤسسة اقتصادية بالشكل ده، هات لي مؤسسة رياضية بتقدم ده، هات لي مؤسسة مجتمعية ليها دور في الوطن العربي قبل المجتمع المصري على مدار التاريخ مش من النهاردة بس. هنروح بعيد ليه يا جماعة؟ صفقة وسام بو علي اتقدمت ازاي؟ صفقة وسام بو علي المهاجم الفلسطيني اتقدمت ازاي؟ الشهداء اللي استشهدوا في غزة، عدد كبير جدا من الشهداء اللي توفوا كانوا بتيشيرت النادي الأهلي. المنازل اللي تم هدمها من الكيان الصهيوني كان أصلا على أعلام المنازل أعلام النادي الأهلي. بلاش مزايدة وبلاش اللعب في السكة دي، لأنها مش بتخص النادي الأهلي بس، ده بتخص المجتمع المصري. فأرجوكم خلونا نتكلم داخل إطار الملعب، بلاش حد ياخدنا بره الملعب. في تقرير مهم جدا، تصريحات للأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وتصريحات أيضا للمهندس عادل القيعي رئيس شركة الكورة في النادي الأهلي. متابع. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية وباسم مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب، نرحب بالسيد ستيفانو زيلياني الرئيس التنفيذي لشركة بروميتين تاير إيجيبت، والسيد محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة بوجودهم معنا اليوم. وبنرحب كمان بالإخوة الإعلاميين والصحفيين اللي بيشاركونا هذا المؤتمر، وكل التحية للسادة الحضور. قبل ما نخوض في تفاصيل المؤتمر عايز أقول لحضراتكم إن ملف الرعاية في النادي الأهلي هو ملف مهم جدا لمجلس إدارة،
وبيحظى باهتمام كبير، لأن النادي الأهلي وهو بيتلقى عروض الرعاية من الشركات المختلفة مش بيدور بس على القيمة المالية الكبيرة من عرض الرعاية. النادي الأهلي بيدور على حاجتين: أول حاجة إنها تكون شركة رائدة في مجالها، علشان النادي الأهلي هو أكبر نادي في مصر، في أفريقيا، في الشرق الأوسط، تاريخيا وإنجازات وشعبية وجماهيريا. فلازم الشركة اللي بتكون في معاها شراكة، لأن هي عقود النادي الأهلي مش عقود رعاية فقط، هي عقود شراكة مع النادي الأهلي بيكون فيها استفادة للطرفين وعائد للطرفين. فبندور دايما على الشركات الرائدة في مجالها علشان يكون في شراكة بينها وبين النادي الأهلي. بالأصالة عن نفسي بالنيابة عن مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، أرحب بكم جميعا السادة الضيوف الكبار أصحاب المكان، كلكم أصحاب مكان، لأنكم كلكم ليكم الإسهامات الحقيقية في مسيرة النادي الأهلي طبقا لما يحقق مصالحه وأهدافه. أنا مش يعني لازم أرحب بالسيد نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ محمد الغزاوي، بنفتقد طبعا الكابتن محمود الخطيب، ولكنه يختار بعناية من ينوب عنه. استمعنا إلى كلمتي، أرحب بشركة بروميتيان تاير، وحنتوقف عندها قليلا بعد أن نرحب بالسيد الأستاذ محمد يحيى والسيد الأستاذ سيف الوزيري رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة. شركائنا في كل خطواتنا في تحقيق أهداف النادي الأهلي. يمكن أنا بالنسبة لي المرة دي الموضوع بيعني أمر خاص شوية، لأن النادي الأهلي لما فكر يعمل شركات لأنشطته المختلفة كان يسعى إلى أن يطبق النموذج العالمي في إدارة الشؤون الرياضية وكرة القدم. فأن أقف أمامكم الآن وأعلن أننا انطلاقا واتساقا مع أهداف النادي الأهلي الكبير نأخذ التكليفات ونأخذ التوجيهات ونسير عليها ونحاول أن نحقق ما فيه المصلحة طبقا للكتالوج الخاص جدا بتاع النادي الأهلي. طيب، كلام مهم جدا بالتأكيد من حفل الرعاية، ولسه بالتأكيد في مفاجآت خلال الفترة اللي جاية. دائما جراب النادي الأهلي مليء بالتفاصيل وبالمفاجآت، والنادي الأهلي مؤسسة اقتصادية ورياضية على أعلى مستوى. انتوا شايفين الجانب الاقتصادي جانب مهم، بصوا على الجانب الرياضي. من يومين فاتوا انت بتلعب بطولات قارية في الألعاب الجماعية المختلفة، كرة القدم بتلعب نصف نهائي دوري الأبطال، كرة الطايرة بتلعب كأس الكؤوس الإفريقية اللي بتستضيفها في صالة الأمير عبد الله الفيصل، كرة السلة بتلعب بطولة الأندية الإفريقية البالا فور المؤهلة بعد كده للبطولة اللي هتتلعب في كيجالي عشان كأس العالم للأندية، اليد خدت السوبر الإفريقي وبتلعب كأس الكؤوس الإفريقية في الجزائر. هات لي نادي على مستوى إفريقيا على الوطن العربي بيلعب في كم هذه المناسبات. كل ده على فكرة في النهاية مش للأهلي بس، ده كل ده بيفيد في النهاية المنتخبات الوطنية في كافة الألعاب الجماعية اللي بتمثل مصر في المحافل القارية والدولية. عموما نروح لماتش فريق الكوره، لان بالتاكيد عندنا كلام مهم جدا على مباراه مازيمبي. ولكن قبل ما ادخل بقى في كواليس التدريب، النهارده اول تدريب للفريق بعد ما الفريق حصل على راحه سلبيه لمده 48 ساعه عقب العوده من الكونغو الديمقراطيه. لذلك قبل ما ادخل في اي تفاصيل، انا عارف على مدار يومين بتكلم دايما على موقف المصابين، ومن يومين كانت البرنامج الترند كان لسه بيطلع يقول لكم في بشرة خير على مسألة المصابين، والقائمة خلاص بتقترب ان هي تكون خالية تماما من اسم اي لاعب. النهاردة حتى بص في التدريب الجماعي، يعني الحمد لله والفضل لله، تقدر تقول النهاردة التدريب كامل العدد بنسبة كبيرة جدا. كل اللعيبة اللي كانت بعيدة تماما
عن التدريبات. انا شايف اهو كريستو، شايف كريم نيدفيد، شايف اكرم توفيق. يمكن الصوره لما تقرب شويه من اللعيبه هتلاقي القايمه مكتمله والصفوف مكتمله حتى على مستوى حراسه المرمى. الشناوي خلاص دخل في التدريبات الجماعيه، نفس الامر لامام عاشور. كريم نيدفيد زي ما قلت لحضراتكم موجود. كوكا بقى كل الاسامي دي هنحاول نطمن عليها من خلال زميلنا كريم احمد اللي متواجد حاليا دلوقتي في مقر النادي الاهلي في الجزيره، وتحديدا بجوار ملعب مختار التتش عشان نطمئن من خلاله على اخر اخبار الفريق. عندنا اسئله كتيره، الجمهور مستني اجابات يعني واضحه عشان نطمن كل الساده المشاهدين. قدامكم اهو الشناوي ومصطفى شوبير والزنفلي وكمان موجود مصطفى مخلوف. طيب في البدايه برحب بزميلي كريم احمد موفد قناه الاهلي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. كريم مساء الفل، ازيك؟ كل التحيه والتقدير ليك زميلي العزيز محمد سعيد، وكل التحيه لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. طيب طبعا انت اكيد سمعتني وانا بتكلم على مساله الغيابات والاصابات والقائمه اللي اصبحت الحمد لله خاليه من اسماء لاعبين كثيرين كانوا بعيدين تماما الفتره الاخيره. عايز اسالك بقى، يعني مش هقول لك ياسر وكوكا ومروان وحسين وهل ركب القناع وخلاص بقى موجود في التدريبات، الشناوي ندفد، يعني كل المعلومات اللي عندك يا كريم تطمنا بالتاكيد في هذه اللحظات. بالتاكيد يا محمد، يعني النهارده مجرد دخولنا ملعب مختار التتش يعني سعداء جدا احنا على المستوى الشخصي الحقيقه. الواحد سعيد جدا ان انت تشوف الكوكبه المميزه جدا اللي كانت غايبه. انت ذكرت الاسماء، قيمه كبيره جدا، كل لاعب بخبرته بذكائه بقوته بروحه، مش عايزين نكرر اسماء، لكن اللعيبه الحقيقه اللي كانت غايبه عن صف فريق النادي الاهلي مجموعه كانت مهمه جدا. الاهلي بمن حضر ده امر معروف، ويمكن زي ما بنقول كل جمهور النادي الاهلي عارف هذا الامر، لكن الاضافات اما بتكون متواجده، الخبرات اما بتكون متواجده في هذه المرحله الاخيره من رحله البطوله او رحله الحفاظ على لقب بطوله دوري ابطال افريقيا، امر بيكون مزعج جدا لجمهور النادي الاهلي وامر كمان بيسعدنا بشكل كبير. النهارده شايفين يعني شفنا ديانج وشفنا ياسر الشناوي، ايضا كمان مروان عطيه، ياسر ابراهيم، حسين الشحات، امام عاشور. الجاهزيه الحمد لله بالنسبه لعدد اللاعبين دي جاهزيه بنسبه كبيره جدا الحمد لله. اللعيبه ادت اداء رائع بالنسبه للفتره الماضيه، التأهيل كان على اعلى مستوى، اللعيبه كان عندها اتقان كبير جدا في تنفيذ البرنامج التأهيلي عشان نحتاجهم او اللعيبه او الجهاز الفني النادي الاهلي محتاجهم خلال المرحله القادمه. خلاص احنا داخلين على المراحل الاخيره من البطوله الافريقيه، لكن زي ما بنقول كان دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي قال ان الخمسه هيكونوا متواجدين في اخر شهر ابريل، واحنا خلاص في نهايه شهر ابريل. لكن عايز اكد على في البداية على مروان عطية، يعني مروان عطية بمشيئة الله إن شاء الله يكون متواجد إن شاء الله بإذن الله في قائمة المباراة. حسين الشحات شايفين النهاردة مرتدي القناع، زي ما بنقول حسين أدى دور مهم جدا خلال الفترة اللي فاتت بالنسبة للتدريب، ويمكن كمان موضوع القناع عشان الاحتكاكات والالتحامات. أنت عارف يا محمد ممكن يعني حد يشوط كورة ممكن تيجي في وشه أو حاجة زي كده، الاحتكاكات دي بتكون أمر مهم، لكن حسين الشحات إن شاء الله بإذن الله عندنا لسه كمان 48 ساعة بالنسبة للتدريبات بمشيئة الله يكون متواجد في القائمة. الشناوي أيضا كمان بيأدي دور مهم جدا الحمد لله. زي ما بنقول يا محمد دلوقتي يمكن مستر كولر ممكن ما ياخدش لاعب او اتنين في القائمه، لكن احنا بنبص على قدام، عندنا لسه مباراه مهمه جدا، مباراه الحسم بمشيئه الله ان شاء الله يوم الجمعه في حضور جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي اللي بنراهن عليه كالعاده، مفعول السحر، التشجيع، التحفيز، الهتاف، كل الامور دي الحقيقه بتكون مهمه جدا. لكن تدريب النهارده زي ما بنقول درجه الحراره عاليه شويه يا محمد. النهارده كان مستر كولر قال ان التدريب هيكون خمسه، كنا متوقعين التدريب يعني يتاخر شويه، لكن كان لعيبه النادي الاهلي في مازيمبي لعبت في جو كان صعب جدا جدا جدا، فعشان كده كان مستر كولر قال لا نتمرن الساعه 5 النهارده الجو العادي المعتاد بتاعنا، لابد ان احنا نتعامل مع كل الاجواء. شفنا اجواء كانت صعبه جدا النهارده، التدريب بعد الراحه زي ما انت قلت، زي ما بقول لك كانت بدايه التدريب محاضره لفريق النادي الاهلي في البدايه، يمكن مستر كولر اكد على اهميه المباراه، اهميه الحسم، اهميه التركيز الكبير جدا. شكل مازيمبي في مباراه الذهاب هيختلف بشكل كبير في مباراه العوده، الراجل اكد على كل هذه النقاط، وان شاء الله باذن الله لعيبتنا تساعد محمد هذا الامر في تحفيز الجمل، اللعيبه يكون عندها استيعاب كبير جدا في المباراه، في التكتيك المطلوب، تقسيم المباراه يكون شكله عامل ازاي، ده امر مهم جدا. لكن زي ما بنقول البشره المطمئنه جدا ان احنا شفنا عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي خلاص وصل لمرحله جماعي والاحتكاكات. الشناوي الحقيقه طمنا عليه بشكل كبير جدا، حسين زي ما بنقول امام فرصته كبيره جدا مع مروان، ده امر مهم جدا حابين ناكد عليه. كل الترتيبات وكل التدريبات خلال ال 48 ساعه القادمه يحافظوا بس على نفسهم ويكونوا متواجدين في القائمه ان شاء الله باذن الله. الامور تكون طيبه لفريق النادي الاهلي في التدريبات، مستر كولر يكون يعني واقف بشكل كبير جدا على السيناريوهات وعلى التكتيك، ويكون ارى المباراه الاولى بشكل كبير، شاف فريق مازيمبي بيلعب ازاي خارج الارض وداخل الارض. ان شاء الله محمد تكون الامور موفقه لفريق النادي الاهلي. طيب عايز اطمن منك على اليو ديانج، يمكن انا حاولت بس اتاكد كده من التدريب الجماعي وجريه اللاعبين حوالين الملعب،
في كذا لعيب على فكره من القطاع الناشئين بيتدربوا مع الفرقه، بس بتحاول اتاكد هل ديانج موجود في المران الجماعي برضو ولا لسه؟ موجود يا محمد، يعني احنا شفنا ديانج الحقيقه في البدايه، طبعا انت عارف الجزء التسخين الاول ده كل اللعيبه اللي بتشارك فيه حتى اللي بيأهل، لكن ديانج متواجد في تدريبات الكره، هو يمكن الجزء التدريجي وداخل في مرحله مهمه جدا او المرحله الاخيره بالنسبه لديانج. يمكن زي ما بنقول الجهاز الطبي فيه تأني كبير جدا، بيدي جرعات تدريبيه بسيطه، ما بيبقاش فيه احتكاكات بشكل كبير، ما بيكون في تقسيمه، بيحاول ان هو يدي جزء بسيط على اساس ان الجهاز يا محمد مع التدريج بالنسبه لي التدريبات الجماعيه بتكون امر مهم جدا. زي ما بقول لك لسه عندنا تدريبين مهمين جدا غدا وبعد غد ان شاء الله باذن الله، مع استمرار ديانج مع استمرار ايضا حسين امام ممكن نشوفهم بشكل كبير جدا في القائمه، لكن ديانج متواجد النهارده في التدريب. الكل قطع شوط كبير جدا يا محمد في التقيل، ينقصنا ايام بسيطه وان شاء الله باذن الله مش بعيد ان احنا نشوف عدد كبير من كل اللاعبين اللي كانت عايدين مع السكواد الرائع والمميز جدا اللي ادوا اداء اكثر من رائع في المباراه الاولى بخطه فنيه مميزه جدا لمستر كولر. الحمد لله قدرنا ان احنا نتخطى الشوط الاول، عندنا شوط الحسم ان شاء الله في القاهره ان شاء الله باذن الله محمد، بطاقه التاول تكون استاد القاهره بمشيئه الله. انا مبسوط بالصوره اللي قدامها يا كريم، ويمكن استاذن الزملاء حتى يعني كادر الشاشه بالكامل يكون للتدريب، لان بصراحه فرصه يعني الجمهور يطمن اهو قدامكم. الحمد لله امام عاشور موجود في التدريبات الجماعيه، دي اول لقطه لحسين الشحات يعني موجود في التدريبات الجماعيه بقناع الوجه ومتواجد مع زملائه. اليو ديانج اهو الحمد لله قدامكم اهو في التدريب، ويمكن اللقطات دي خاصه وحصريه، احنا بنطمن جمهور النادي الاهلي وده دورنا اللي احنا نطمن الجمهور. اليو ديانج هم موجود بجوار بيرسيتاو، بجوار انتوني مودست، بجوار رامي ربيعه، شايفين اهو حسين الشحات مع علي معلول، شايفين طاهر، شايفين محمد هاني، امام عاشور، مروان عطيه كمان كان موجود دلوقتي، الحمد لله كريستو موجود، كريم نيدفيد، ياسر ابراهيم. يعني بصوا الصوره اللي قدامنا دي يعني اكبر دليل على كل الاخبار اللي بتتقال اصبحت دلوقتي امر واقع قدام حضراتكم، والشناوي كمان. يعني نختتمها يعني بصوره ايجابيه، محمد الشناوي موجود في التدريبات الجماعيه مع مصطفى شوبير، مع الزنفولي، مع مصطفى مخلوف. فكره بقى مين يشارك في المباراه ده امر نسيبه لمارسيل كولر. طيب كريم اخر حاجه، هل في تفاصيل متعلقه بتدريب بكره تدريب بعده، وهل ممكن الفريق يدخل معسكر مغلق من بكره؟ مواعيد التدريب ممكن تتاخر شويه لان المباراه على فكره يوم الجمعه الساعه 10 مساء بعد تغيير التوقيت في منتصف ليل الخميس للتوقيت الصيفي، فالمباراة بدل ما تبقى 9 تبقى 10 بتوقيت القاهرة. بالتأكيد محمد، يعني عايز أقول لك إن غدا تحديدا هيكون التدريب نفس النهاردة 4-5، لكن يوم الخميس طبعا الساعة 4 التجمع، الساعة 5 التدريب، لكن يوم الخميس يعني من المعلومات اللي عندنا إن التدريب هيكون 7 مساء. ده امر بالنسبه لمستر كولر لما بتكون المباريات في تمام التاسعه او الساعه 10، الراجل بيحاول ان هو يعمل التدريب الساعه 7 بتسبقه محاضره، ممكن كمان التدريب يبقى 7:30 8 الا ربع، فالراجل يمكن حريص جدا على هذا الامر، بيحاول يقرب التدريب شويه عشان لما بتطلع لمعسكر مغلق ما يبقاش في متسع كبير من الوقت، اللعيبه تقعد فتره كبيره، يعني بيكون الامور بتحسب بدقه جدا بتوقيت مهم جدا. لكن اللي باكد عليه غدا ان شاء الله باذن الله تمام الساعه 5 يكون تدريب فريق النادي الاهلي، والتدريب الاخير يوم الخميس من المتوقع يكون في تمام السابعة، وهو يوم واحد معودنا عليه الحقيقه مستر كولر ان هو بيكون معسكر مغلق. اللي عايز اكد عليه محمد لعيبه عندها حافز كبير جدا وعندها رغبه كبيره جدا ان هي ان شاء الله باذن الله تسعد كل جمهور النادي الاهلي سواء المتواجد في استاد القاهره او كل جمهورنا العظيم المتواجد في البيوت هيتابع على شاشات التلفزيون المباراه، مباراه الاهلي ومازيمبي ان شاء الله محمد بالجديه وبروح الفانيلا وشخصيه اللي النادي الاهلي المعروف عنها في هذه المباريات الحاسمه، ان شاء الله بطاقه التاهل تكون من استاد القاهره، ويستطيع النادي الاهلي بكل جديه ان شاء الله باذن الله انه يعمل نتيجه مميزه جدا باداء يسعد كل جمهور النادي الاهلي. شكرا لك يا كريم، مداخله موفقه فيها اخبار سعيده، وش السعد دايما يا كريم، اكيد اخبار مهمه جدا طمنا فيها جمهور الاهلي قبل مباراه مازيمبي. عندي نقطه مهمه جدا، ودي نقطه انا عارف هيبقى فيها بلبله في الساعات اللي جايه. توقيتات مباريات اياب الدور نصف النهائي خاصة بعد تغيير التوقيت منتصف ليل الخميس. بصوا يا جماعة، عشان تحسبوا توقيتات المباريات سواء مباراة صن داونز والترجي في بريتوريا أو مباراة الأهلي ومازيمبي في القاهرة، ابدأ احسب على توقيت جرينتش. توقيت جرينتش وقتها هتعمل بلس 3 ساعات بعد تغيير التوقيت للصيفي. احنا دلوقتي على توقيت الشتوي، يوم الخميس بالليل هيتغير يبقى التوقيت الصيفي، في التوقيت الصيفي بتعمل بلس 3، يعني بتزود 3 ساعات على التوقيت جرينتش. فمباراة الأهلي ومازيمبي بتوقيت جرينتش هتبقى الساعة 7، وبالتالي التوقيت ده بتوقيت الصيفي مع التوقيت بتاع القاهرة هتبقى المباراة الساعة 10 مساء مش 9. أنا عارف التذاكر كانت نزلت الساعة 9، بس 9 وقتها كان التوقيت الشتوي. طبعًا تغيير الساعة هو اللي غير
يعني هذا الامر، وبالتالي مباراه الاهلي ومازيمبي بيوم الجمعه الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره. الناس تقول لي طب خد بالك بقى، ده كده مباراه سان داونز والترجي برضه هيبقى فيها تغيير. اوكي، بس هيبقى فيها تغيير وبس هيبقى فيها تداخل. ليه؟ مباراه سان داونز والترجي هتتلعب الساعه 8 مساء بتوقيت جنوب افريقيا، يعني 6 بتوقيت جرينتش، يعني 9 بتوقيت القاهره. وبالتالي سان داونز والترجي يبدا 9، الاهلي ومازيمبي يبدا 10، وبالتالي في شوط هنا هيكون متداخل مع المباراتين. في شوط هيبقى متداخل مع المباراتين، الشوط الاول في مباراه الاهلي ومازيمبي والشوط الثاني في مباراه سان داونز والترجي. تيجي الناس تسالني تقول لي هو سان داونز بيلعب ليه الساعه 9 وليه يوم الجمعه؟ معلومه يعني بنقولها للناس عشان الناس ما تفتكرش ان في نظريه ان الاهلي بس اللي يلعب الساعه 3. خلينا نتكلم بكل وضوح مع الناس عشان برضو نقول اللي لينا واللي علينا. هو الامر مش مقصود بالاهلي بس اللي يتلعب الساعه 3، لا، لكم ان تتخيلوا ان سان داونز هيلعب الجمعه لان مباراته او ملعبه ملعب لوفتس في بريتوريا مشغول بمباراه رجبي يوم السبت الساعه 3، وبالتالي كان هناك صعوبه لاقامه مباراه سان داونز والترجي على ملعب لوفتس يوم السبت الساعه 3، وعلى هذا الاساس اقيمت المباراه او تم تحديد ميعاد المباراه مع الترجي يوم الجمعه. طب كانوا عايزين يلعبوا الجمعه الساعه 3. خدوا كمان معلومه اضافيه، يوم الجمعه في جنوب افريقيا يوم عمل، مش اجازه زينا، يوم عمل. فالبث الفضائي والبث التلفزيوني هناك طالما في يوم عمل، لا، المباراه تتلعب بالليل عشان الناس تتفرج على المباراه، عشان يتم انتاج وتصوير المباراه بحيث الناس تتفرج على المباراه والجمهور يحضر ويملى الاستاد. فيوم الجمعه ما ينفعش يتلعب بالنهار، لازم يتلعب بالليل. امتى بيلعبوا بالنهار؟ لما بيكون الويك اند عندهم يوم الاجازه اللي هو يوم السبت، بيلعبوا الساعه 3. وبالتالي نتيجه اقامه مباراه رجبي على ملعب لوفتس يوم السبت، ماتش سان داونز والترجي بقى يوم جمعه. ونتيجه المباراه يوم جمعه وده يوم عمل، ابتدى او حصل تنسيق ما بين الاتحاد الافريقي مع جهات البث التلفزيوني في جنوب افريقيا، المباراه تتلعب بالليل. فعلى هذا الاساس المباراه تتلعب بتوقيت جنوب افريقيا 8، يعني 9 بتوقيت القاهره. وبالتالي المباراتين يوم الجمعه سان داونز والترجي الساعه 9 والاهلي ومازيمبي الساعه 10. كل التفاصيل وكل الكواليس عشان الناس اللي بتسال، وكمان لو راحت لفكره ليه سان داونز بالليل. بالمناسبه وبس مش هسبق الاحداث، ان شاء الله الاهلي يوصل الفاينل وسان داونز باذن الله، يعني لو متواجد فاينل هو او الترجي، بس لو سان داونز وصل فاينل، لان برضو القضيه دي هتخص سان داونز. فاينل افريقيا تحدد 18 و25 مايو، سبت 18 مايو و25 مايو ايضا يوم السبت. لو سان داونز هيلعب مع الاهلي في الفاينل، ماتش السبت 18 مايو ده غالبا هيتعدل، لان برضو يوم السبت 18 مايو في مباراه رجبي، فممكن الماتش ما يتلعبش السبت، ممكن يتلعب جمعه، وبدل ما يتلعب 3 ممكن يتلعب يوم الجمعه بالليل. من بدر اهو قبل ميعاد الحدث بحوالي شهر، بس الاول مش هدخل في تفاصيل واقول الاسباب اللي هتحصل لغايه بس الاهلي ان شاء الله ما يعدي مباراه يوم الجمعه، ولا كل حادث حديث، نشوف بس الاهلي يتاهل ومين الطرف الثاني سواء الترجي او سان داونز. حاجه اخيره قبل ما اطلع لاخر اخبار الترند، في الساعات الاخيره اخبار كتيره جدا مكتوبه في ذا سان البريطانيه وفي نيويورك تايمز الامريكيه بخصوص ايه؟ كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا هقول المتاح يتقال دلوقتي كمعلومات رسمية، لأن الأرقام اللي تم تداولها من خلال ذا سان أو نيويورك تايمز حتى الآن هي أرقام ليست دقيقة، والأرقام لم يتم شرحها للقارئ أو للمشاهد بشكل دقيق. البث التلفزيوني اللي الاتحاد الدولي عايز يكسبه من كأس العالم للأندية في النسختين 2025 و2029 والنسخة اللي هتتلعب في آخر 2024 عايزين يكسبوا أو يوصلوا ل 2 مليار استرليني، ودي قيمة 25% بس من الأرقام اللي الاتحاد الدولي رصدها عشان يجيب عوائد مالية لهذه البطولة المستحدثة. 25% من عائد المادي لهذه البطولة هم بيقولوا 2 مليار استرليني، بس الرقم ده هو 25% من القيمة الإجمالية اللي عايزين يجيبوها. طب ده رقم متعلق بايه؟ بالبث التلفزيوني بس. وراحوا لشركات عالميه دون التطرق لاسمائها يعني، عشان تكون لها حقوق حصريه في السوشيال ميديا وفي البث التلفزيوني، في تسويق الحقوق سواء في منطقه امريكا او حتى في منطقه الشرق الاوسط. طيب ده جانب. الجانب الثاني الجوائز الماليه، في رقم تم تداوله ان كل نادي هيحصل على 43 مليون استرليني. الارقام مش دقيقه لان انا سالت مسؤول في الفيفا، وانتوا عارفين
ملف كاس العالم للانديه، الحمد لله برنامج الترند من البرامج اللي بتقدر توصل لمعلومات دقيقه ليها علاقه بكاس العالم للانديه من اول ما الاهلي شارك فيها خلال السنوات اللي فاتت، بعد القرعه والفرق اللي هتشارك والاهلي هيواجه مين والملاعب فين والبطوله فين، كل ده الحمد لله كنا معاكم لما اتلعبت في قطر وفي ابو ظبي وفي المغرب في الرباط وفي مراكش وفي اليابان في فترات سابقه. طيب الارقام دي مش دقيقه، مش كل نادي هياخد 43 مليون استرليني. المعلومه اللي جات لي وهي لسه هيتم التباحث ليها بحيث الارقام تبقى ازاي، قيمه المشاركه هيبقى ليها جانب، وقيمه المكسب في كل مباراه ليه جانب، وقيمه التاهل للادوار التاليه ليه جانب، زي دوري ابطال افريقيا كده، انت بتشارك في دور المجموعات ليك مثلا 900,000 دولار، وصلت لدور الثمانيه وتخطيت دور الثمانيه هتاخد مثلا 1,000,000 دولار، رحت السيمي فاينل وتخطيت هتاخد 2,000,000 دولار، وصلت فاينل وخدت البطوله الاجمالي 4,000,000 دولار. ده التدرج اللي هيبقى موجود في كاس العالم للانديه، ولكن قيمه المشاركه لسه ما اتحددتش. والحاجه الثانيه، قيمه المشاركه مش هيبقى بالتساوي، مش هيبقى بالتساوي، قيمه المشاركه هتختلف من قاره لقاره، من نادي لنادي، لان كمان الامر هنا هيكون له علاقه بالجوانب التسويقيه وحقوق البث الفضائي والتلفزيوني في جميع قارات العالم. أني قارة هيبقى ليها حقوق تسويقية بقيم أعلى، فبالتالي الأندية اللي هتلعب في الجانب ده هيكون ليها قيم تسويقية أعلى. ممكن يحط لك ليميت متساوي في قيمة المشاركة، ولكن هيزود قيم مالية في مسألة حقوق البث التلفزيوني. حتى في حقوق الرعاية، هيدي لكل نادي راعي واحد على تي شيرت وعلى صدر التي شيرت بتاع الفريق. ولكن هيبقى بقيم معينة وبشكل معين. كل ده هيتم التباحث ليه خلال الفترة اللي جاية. آخر معلومة في هذا الجانب لغايه لما يكون في تفاصيل اكتر، حصل اجتماعات رسميه من الاتحاد الدولي مع الانديه المشاركه بشكل رسمي في كاس العالم للانديه، حصل اجتماع مع النادي الاهلي، حصل اجتماع مع نادي الوداد، حصل اجتماعات مع عده انديه في اوروبا ابرزهم ريال مدريد والانديه اللي حققت دوري الابطال في النسخ الماضيه، واتكلموا فيه ثلاث حاجات، اتعملت ورش عمل، اتكلموا في الانديه اللي هتشارك في مساله القوائم المشاركه، عدد اللاعبين اللي هيتسجلوا، وحاليا في كلام مبدئي على 26 لاعب في قائمه كل فريق في البطوله، دي اول حاجه. ورشه عمل ثانيه اتكلموا على ان في زيارات ميدانيه هتحصل من الانديه المشاركه خلال الفتره اللي جايه للولايات المتحده الامريكيه، وكل نادي هيعرف هيلعب فين والمدينه بتاعته والملعب بتاعه والفندق اللي هيقيم فيه. فدي الاجتماعات اللي تمت الفتره الاخيره مع كل الانديه المشاركه، الكلام ده من مسؤول بارز في الفيفا وكلام رسمي، ولكن في القيم المالية زي ما شرحت لحضراتكم ايه اللي بيحصل في موضوع كأس العالم للأندية. دي كانت النهاردة معانا أبرز الأخبار والكواليس والتفاصيل في كافة الجوانب المتعلقة بالنادي الأهلي. نخرج إلى فيلر متعلق كده بآخر أخبار الترند والكواليس اللي موجودة النهاردة في بيدجات ومواقع السوشيال ميديا عن النادي الأهلي. نتابع. كبيرة جدا. اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند، وعندنا كلام كتير جدا في ترند الاهلي ان السوشيال ميديا لا حديث يعلو على مباراه مازيمبي. الوطن الرياضي النهارده عمل اطلاله كده على الحكمه من موريشيوس، حكمه الفار ماريا ريفيد. من هي ماريا ريفيد حكم الفار في مباراه الاهلي ومازيمبي؟ الاحمر لا يعرف الفوز معها. طبعا احنا كان لينا السبق في الاعلان عن طاقم حكام مباراه العوده من يومين، وقلنا طاقم حكام كيني وعلى الفار ماريا ريفيد ويعاونها الجزائري لحلو بن براهيم. عايز اقول لكم معلومه جديده، ماريا ريفيد هي من موريشيوس ولكن ذات اصول هنديه، ليها اصول هنديه،
في الفترة الأخيرة كان عندها مشاكل مع الاتحاد الإفريقي في لجنة الحكام السابقة وما كانتش بتاخد مباريات مهمة. في اللجنة الحالية اللي نائب فيها فيكتور جوميز ورئيس اللجنة من بنين تم إسناد ليها أهم المباريات. ليه؟ لأن ماريا ريفيت من الحكام المرشحة لكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية 2026، ودي معلومة أعتقد البعض لسه ما يعرفهاش، لذلك هتلاقيها في أهم المباريات. لما تبص على السيرة الذاتية لماريا ريفيت في الموسم الإفريقي الحالي، النادي الأهلي عنده سوء حظ كبير معاها، مش على مستوى النتائج بس، لا ده كمان على مستوى الأداء، لأن في مباريات خسرها الأهلي بسبب أخطاء فنية حصلت من تقنية الفيديو، سواء مباراة الأهلي واتحاد العاصمة السوبر الإفريقي اللي اتلعب في السعودية، أو حتى مباراة سان داونز والأهلي في بريتوريا في نصف نهائي السوبر ليج اللي انتهت بفوز سان داونز بهدف مقابل لا شيء، والأهلي كان ليه ركلة جزاء لبيرسي تاو ما كانتش موجودة في المشهد خالص، مع حكم بنيني كان ما عندوش خبرات أدار هذا اللقاء، كان اسمه لويس دي جاندو. عشان كده النهاردة الوطن الرياضي قالت الأحمر لا يعرف الفوز مع دي. كافة التفاصيل والمعلومات عن ماريا ريفيت ذات أصول هندية، في دعم كبير ليها من الاتحاد الأفريقي عشان مرشحة لكأس العالم 2026. وخدوا بالكم من نقطة فنية، كل ما تلاقي ماريا ريفيت حكم فار في مباراة سواء للأهلي أو غير الأهلي، لأنها كانت موجودة الأسبوع اللي فات في ماتش الترجي وسان داونز، هتلاقي دايما الاي فار اللي معاها حكم دولي كبير ليه خبرات كبيرة موجود معاها عشان يساعدها. لأن لما بدأت مباريات الفار وكان سوبر إفريقي الأهلي واتحاد العاصمة ما كانش معاه حكم ذو خبرات كبيرة، كان معاه حكم مغربي عادل زوراك ما كانش عنده الخبرات الكبيرة، فارتكبت أخطاء فنية كبيرة. لكن بعد كده تلاحظوا معاها اي فار محمود عاشور، معاها اي فار محمد عادل، معاها اي فار لحلو بن براهيم، معاها اي فار هيثم قيراط، كل دول حكام دوليين كبار جدا عندهم خبرات، فبيحطوهم بيسندوها في تقنيه الفيديو. في ماتش الترجي وسان داونز كان موجود معاها لحلو بن براهيم، وبتتكرر في ماتش العوده ما بين الاهلي ومازيمبي جم من تونس على القاهره وهيكون معاها لحلو بن براهيم. دي كافه التفاصيل المتعلقه بالسيره الذاتيه لماريا ريفيت. طيب ملعب القاهره 24 بيتكلموا على ان لاعب طلائع الجيش مرشح لخلافه علي معلول في الاهلي. الكلام هيبدا يتقال على اللاعب المرشح، ليه؟ لان عندنا محمد شكري العائد من سيراميكا كليوباترا جاله رباط صليبي، ولسه في تجديد لعلي معلول عفوا في الفتره اللي جايه. النهارده القاهره 24 بيقولوا ان في ترشيح للاعب عن طريق السكاوتنج في النادي الاهلي للاعب في طلائع الجيش اسمه يسري وحيد، هو مرشح وبيلعب في اكتر من مركز، ولكن طبعا دي اخبار متداوله وليست اخبار رسميه، وحتى مدى دقتها ما بتبقاش كبيره لان لسه الكلام كتير في الفتره اللي جايه. طيب ملعب القاهره 24 بيتكلموا على ان استجابه للاهلي، وزاره الرياضه تتواصل مع الخارجيه لتسهيل استخراج تاشيرات فريق مازيمبي. في معلومه يعني خبر النهارده القاهره 24 بتقول ان كان في صعوبات في التاشيرات لفريق مازيمبي، النادي الاهلي قام بدوره وخاطب وزير الرياضه دكتور اشرف صبحي عشان يكون في تسهيل لاجراءات التاشيرات لفريق مازيمبي من خلال السفاره المصريه. اعتقد يعني اللي هيتطبق طبقا للقانون هيتم. وعلى فكره في مباريات لفرق بتسافر في دول افريقيه في لعيبه يعني ايه بيبقى في اجراءات قانونيه عشان تاخد التاشيره، لو مش مستوفي الشروط مش هتاخد التاشيره، ما فيهاش نقاش. يعني انا فاكر كان في لعيب من بيراميدز كونغولي ما عرفش يسافر جنوب افريقيا يلعب مباراه بيراميدز وسان داونز، نفس الامر لعيب موريتاني بتتكرر كتير جدا. ويقول لك ايه طب ما في لعيبه توانسه بتيجي جنوب افريقيا، لان التاشيرات اللعيبه التوانسه باسبور التونسي ممكن يسافر جنوب افريقيا بدون تاشيره. فمساله التاشيرات بتبقى بتخضع لقوانين مختلفه، ولكن الاهلي بدوره الايجابي بيحاول يسهل حتى كل الاجراءات للفريق الضيف اللي هيجي يلعب مع الاهلي يوم الجمعه. طيب نروح لحساب الوطن سبورت، بيتكلموا على ان حكم لقاء الاهلي ومازيمبي يفجر مفاجاه في تقريره للكاف. طيب مع كامل احترامي للخبر اللي مكتوب في الوطن سبورت، احنا اصلا انفردنا بهذا الخبر قبل 48 ساعه. في الحلقه قبل الماضيه قلت لحضراتكم مباراه مازيمبي والاهلي في الكونغو كان فيها مشكله متعلقه بالبث الفضائي وتقنيه الفيديو لم تعمل. هو الوطن النهارده كتب ان الحكم البرونزي كتب تقرير ان الفار لا يعمل، وانا معلوماتي ان اللي بيكتب التقرير ان كان في مشكله للفار هم حكام تقنيه الفيديو تحديدا، حكام تقنيه الفيديو. وده حصل في مباراه مازيمبي وبترو اتلتيكو، كان نفس المشكله موجوده، زوايا الكاميرات اللي اشتغلت مع التقنيه فصلت 3-4 مرات في كل مره 4 دقائق، وبالتالي نفس المشكله كانت موجوده في المباريات السابقه، واعتقد احنا شرحنا الموضوع ده اول امبارح. طيب المصري الرياضي بيقولوا ان التعاون يطلب التعاقد مع امام عاشور، والاهلي بيقولوا ان الاهلي طالب 7 مليون دولار كاش. هذا الخبر عاري تمام من الصحه والخبر ده غير صحيح، يعني بلغه السوشيال ميديا كده خبر مضروب. اليوم السابع بيقولوا طبيب الاهلي يحسم اليوم مصير كوكا واكرم توفيق. اتكلمنا على الاصابات وشرحنا كل ده،
مفاجآت في التشكيل، مش هتبقى فيه مفاجآت كتير إن شاء الله بإذن الله. اللي جاهز هيلعب سواء رضا، وسام، بيرسي، مصطفى شوبير، معلول، منعم، رامي، محمد هاني، والسولية، وكوكا، وقفشة في وسط الارتكاز. وقت البرنامج بيجري، بس فرصة ناخد أكبر قدر من الرسائل اللي وجهتوها على سؤال حالة النهاردة. إيه الرسائل اللي تقولها للعيبة والجهاز قبل مباراة مازيمبي؟ ياسر بيقول المباراة صعبة، وأي 11 راجل في الملعب هيكونوا قد المسؤولية ويفرحونا ونصعد للنهائي يا رب بإذن الله. سامح بيقول نصور أعظم نادي في الكون، أمامكم 90 دقيقة على الصعود للنهائي الخامس على التوالي، وتحقيق حلم أو رقم قياسي عالمي، فقط مطلوب منكم اللعب بروح الفانيلا الحمراء والتركيز واستغلال كل فرصة. بالتوفيق إن شاء الله للأهلي وال12 أهلاوية، الأهلي فوق الجميع. سامح علي ب 1907 على تاريخ إنشاء الأهلي بيقول أبطال القارة، قدمتم شوط أول في الكونغ برجولة، وإن شاء الله نكون موفقين ويتم الحسم في القاهرة، فقط العب برجولة، موت على الكورة، أفريقيا للكبار وأنت الأسطور. وده طبعا النشيد الخاص بالأهلي، أهلاوي أنا والفخر ليا. ناصر بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول أقول لهم أنتوا أدوا المسؤولية والأهلي بمن حضر، وربنا يوفقكم وإن شاء الله الـ12 في الجزيرة. الأهلي بمن حضر دي دلوقتي في ناس بتستغلها بأسماء تانية، ما علينا. ريم بتقول نثق بكم لعبور النهائي، أنتوا قدها وإن شاء الله تفرحونا. الحمد لله الرسائل كلها إيجابية وجميلة جدا. أهلاوي بيقول أنتم بتلعبوا باسم النادي الأهلي وربنا معاكم يا رب الـ12 يا أهلي. إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يكون موفق في لقاء العودة، إحنا على أعتاب رقم قياسي يا رب بإذن الله يكون من نصيب الأهلي، ولكن مهم جدا نركز في اللقاء، نلعب بتركيز شديد، مساندة 50,000 أهلاوي، مش هقول متفرج، 50,000 أهلاوي في مباراة الأهلي ومازيمبي، لأن هم رايحين يشجعوا، ف 50,000 مشجع، 50,000 يعني مؤازرة ومساندة للأهلي في استاد القاهرة. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.